يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمأموم خلف إمام يدعو القنوت، يدعو بدعاء القنوت في رمضان، هل يجوز أن يرد عليه إن أخطأ في الدعاء خطأ قبيحا؟ الرد يكون في خطأ في القرآن، إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن تفتح عليه، هذا الذي ورد. أما الدعاء فبإمكانك إذا سلم من الصلاة تنبه على ذلك. نعم.